شيخ، ما حكم الصيام والقيام الجماعي؟ ايش الصيام والقيام الجماعي؟ اما القيام احيانا جماعه فلا باس، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام معه بعض الصحابه احيانا، كحذيفه بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. واما الصيام جماعا فلا اصل له، لكن لو اتفق ان صاموا هذا اليوم وقالوا نفطر عند واحد منا فلا باس، انما يتفقون على انهم سيصومون غدا او سيصومون كل اثنين وكل خميس، فهذا لا اصل له.